المشهد الداعشي دموي. منذ يومين أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن حادث عمان الإرهابي، ويبدو أن داعش يعيد تنظيم صفوفه من جديد. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية اللي بتتابع الموضوع ده أن التنظيم الإرهابي ضاعف هجماته في العراق وسوريا منذ بداية السنة دي، بما يعني أنه بالفعل يعمل على إعادة تشكيل نفسه واستقطاب مجندين جدد إلى آخره. تنظيم الإرهابي تبنى يعني قال علنا أنه قام بشن 153 هجوم في العراق وسوريا خلال الشهور الستة الأولى السنة دي. وبهذا المعدل فإن التنظيم في طريقه إلى ضعف العدد الإجمالي للهجمات اللي نفذها سنة 23 يعني السنة اللي قبلها. وتشير هذه الزيادة في الهجمات إلى أن التنظيم يحاول إعادة تشكيل نفسه بعد سنوات من انخفاض قدراته. موضوع كبير ومحتاجين حد متخصص يشرحه لنا. علشان كده من القاهرة معنا الأستاذ منير أديب، الباحث المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي. أهلا بحضرتك أستاذ منير، ونبدأ بأول سؤال ألا وهو هل هذا بعث جديد للدواعش؟ أهلا وسهلا بك يا دكتور وبكل مشاهدي المشهد. يعني في اعتقادي وتقديري أن داعش لم يسقط حتى نتحدث عن عودة التنظيم مرة أخرى. صحيح التنظيم مر عليه أكثر من عقد حتى هذه اللحظة منذ إعلان قيام دولتي في 29 يونيو من العام 2014، أعلن عن سقوط التنظيم. وهنا يعني أحدد سقوط دولة التنظيم، سقوط جغرافيا التنظيم في 22 مارس من العام 2019. إذن مر أكثر من 5 سنوات على سقوط هذه الدولة، على السقوط الجغرافي. ولكن منذ سقوط دولة داعش وحتى هذه اللحظة نجح التنظيم في تنفيذ مئات العمليات النوعية في الشرق والغرب، إما في أوروبا بكامل القارة الأوروبية أو حتى في إفريقيا أو منطقة الشرق الأوسط وتحديدا الرقة والموصل التي سبق واحتلها التنظيم ربما لمدة 5 سنوات كاملة. ونحن نتذكر العملية النوعية التي قام بها التنظيم منذ شهور قليلة في روسيا، ثم نجح التنظيم في تنفيذ عملية نوعية أخرى ربما داخل منطقة الخليج وتحديدا في عمان، هذه البلد الآمنة التي لم يصل لها التنظيم من قبل. وفي اعتقادي وتقديري، ولعل أختم بما سوف أقوله في هذه النقطة، أن الحروب والصراعات التي ربما ضربت العالم شرقا وغربا أثرت بصورة إيجابية على قوة التنظيم وعلى ظهور التنظيم، ربما الظهور الأكبر والأكثر خطورة مما كان عليه التنظيم عندما احتل أرضا جغرافيا. ولذلك أنا أرى أن خطر التنظيم لم يكن في قيام دولة التنظيم في الرقة والموصل، وإنما بعد تفكك دولة التنظيم، لأن التنظيم أصبح خلايا الآن نائمة وخاملة وبعضها نشط في دول كثيرة. ولعل ما حدث مؤخرا داخل عمان ربما يعطي انذار خطر بأن التنظيم بات أقرب لدول كثيرة لم يكن التنظيم قادرا على الدخول فيها أو تنفيذ عمليات نوعية بداخلها. طب سيد مرير، يعني كأن حضرتك بتقول لي أولا التنظيم لم يسقط وإنما اللي سقطت هي الدولة، اثنين أن التنظيم حي يعني يرزق وحي يدمر في بلدان كتير، بس ربما إحنا يعني نقول إيه علشان الدول الرئيسية ما هياش مصابة بيه فما حناش مكناش شعرين بيه. ثالث حاجة حضرتك شايف أنه الفوضى اللي حصلت في العالم بحكم الحروب الكتيرة اللي نشبت إدت نقول إيه مساحة أكبر له كي ينتشر، كأنه حضرتك بتتوقع إنه الفترة اللي جاية هيكون أقوى وهيكون أقدر على تنفيذ هجمات حتى في دول هو الآن في اللحظة دي ملوش تواجد نقول قوي فيها. نعم، يعني أتفق مع حضرتك في النقطة الأخيرة دي لأنها نقطة في غاية الأهمية، ولكن أدقق في تقديري
أن الخطر لم يكن من داعش بس، وإنما كل التنظيمات الدينية المتطرفة اللي هي هتستغل انشغال الولايات المتحدة الأمريكية على مدار 4 شهور قادمة بهذه الانتخابات الرئاسية. بات الجدل الآن الحديث عن بايدن سوف يمثل الديمقراطيين أم يخرج من حلبة الصراع. بات العالم الآن مشغولا بعملية الاغتيال التي تعرض لها دونالد ترامب. بات العالم مشغولا الآن بالحرب الإسرائيلية على غزة، والتي دخلت شهرها التاسع، وربما يعني بعد أيام قليلة تدخل الشهر العاشر. بات العالم مشغولا الآن بالحرب الروسية في أوكرانيا التي تعدت العامين، وبات أيضا العالم مشغولا بما يجري في السودان. والعال وزير الداخلية السوداني منذ يومين تحدث عن هروب 100 شخص ينتمون إلى تنظيم داعش والقاعدة، وذكر حركة حزم الإخوانية التي ترتبط بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، وهي تقاتل وفق تقديره مع مجموعات مسلحة أخرى داخل السودان. إذن هذه الحروب والصراعات الموجودة في كل دول العالم شرقا وغربا، وانشغال الولايات المتحدة الأمريكية بنفسها في الانتخابات الرئاسية، وبانحيازها الكامل والسافر لإسرائيل، فضلا عن الحرب الإسرائيلية التي ربما قسمت العالم قسمين، وأيضا الصراعات التي ضربت سوريا والسودان واليمن وبعض الدول الأخرى، هذا يؤثر بصورة سلبية على تنظيمات العنف والتطرف، بمعنى أن هذه التنظيمات سوف ترى ملاذا آمنا، وسوف تجد بيئة خصبة للانتشار خلال الفترة الأخيرة. وعندما تحدثت قلت ليس داعش فقط، وإنما كل تنظيمات العنف والتطرف. وأنا أتحدث لك من القاهرة، بدأت حركة الإخوان المسلمين تتحرك داخل الشارع المصري في محاولة لإثارة الفوضى داخل البلاد، استغلالا لأحداث سياسية كبيرة جعلت العالم مشغولا ربما بالحروب والصراعات. وبالتالي بدأت هذه التنظيمات تبحث عن تحرك جديد وعن أرض جديدة وعن وجود جديد، بدءا من داعش ومرورا بالقاعدة الموجودة في إفريقيا وفي عواصم إفريقية كثيرة، وهي بدأت تتحرك في ظل انقلابات عسكرية حدثت في 3 عواصم إفريقية، مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وانتهاء بتنظيم داعش الذي نفذ عملية نوعية داخل دولة آمنة مستقرة لم تدخل إليها التنظيمات المتطرفة، وهنا نتحدث عن سلطنة عمان. طيب سيد منير، عندنا سؤال يعني ناقشناه قبل من كده مرة في هذا البرنامج، وهو هم الدواعش دول، وخلينا نتكلم عن الدواعش تحديدا، يعني بيقتلوا كل المسلمين وربما حتى غير المسلمين. انما مثلا لما جينا للصراع زي اللي موجود في اسرائيل، احنا ما بندعوهمش ان هم يروحوا يعملوا عمليات ارهابيه في اسرائيل، بس الفكره ان احنا ما شفناهمش مثلا بينصروا القضيه الفلسطينيه ولا بيحاربوا. يعني هم ليه بيقتلوا المسلمين بس، او يعني دايما تركيزهم على المسلمين او في دول ذات اغلبيه مسلمه؟ هل ده جزء من ايديولوجيتهم، ولا هم مش عارفين يوصلوا لاسرائيل، ولا هم تبع اسرائيل والمخابرات الغربيه؟ يعني اكشف لنا كده ايه المساحه الغامضه مضى في سلوك هؤلاء. يعني أعتقد أن هذا التنظيم يعني هو لديه رؤية، هذه الرؤية تسمى قتال العدو البعيد وقتال العدو القريب. هو يرى وفق رؤيته التي أعلن عنها، وأعتقد يعني هو يوصل رسائل غير دقيقة، أنه لن يستطيع أن يصل إلى العدو البعيد بين كوتيشن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ودول أخرى إلا بقتال العدو القريب. ومقصود بالعدو القريب هو الأنظمة العربية أو الدول العربية والإسلامية التي يتواجد فيها التنظيم. التنظيم يثير الفوضى في هذه الدول، يقاتل ما يراه وما يسميه بالعدو القريب، حتى إذا ما نجح وتمكن من الدولة التي يتواجد فيها التنظيم مثل الرقة والموصل على سبيل المثال، هو يعتقد أن ذلك سوف يعطيه مساحة لقتال العدو البعيد. هو يعني يتحدث بهذه اللغة ولكنه يعني يكذب، لأنه في الحقيقة، وأنا قد كتبت مقالا يعني منذ فترة طويلة، عندما نشط تنظيم ما يسمى بأنصار بيت المقدس في سيناء
وأنصار بيت المقدس أعلن مبايعته لداعش. أنا سميته أنصار بيت المقدس أم أنصار الإخوان، لأن هذا التنظيم كان يدافع عن الإخوان أكثر من دفاعه عن بيت المقدس، بل كل الطلقات التي أطلقها هذا التنظيم كان الهدف منها القضاء على خصوم الإخوان وليس الدفاع عن بيت المقدس الذي ادعى التنظيم أنه يدافع عنه وجاء في اسمه. ولذلك هذا التنظيم سوف يظل يقاتل الأنظمة العربية المستقرة ويقاتل المسلمين، يعني سواء المسلمين السنة أو حتى الشيعة. ويا دكتور، يعني هذا التنظيم المتطرف جزء من تطرفه أنه يقاتل كل الخصوم، يعني سواء كان هؤلاء الخصوم يعني ينتمون إلى ديني وعقيدتي، سواء كان هؤلاء الخصوم من بلدته أو من دول أخرى. ولكن في حقيقة الأمر هذا التنظيم يرفع شعارات تبدو براقة وهي لا تعبر عنه في حقيقة الأمر، ولذلك نجد تنظيم داعش أو فرع التنظيم في القاهرة يسمي نفسه أنصار بيت المقدس. الهدف من هذه التسمية ليس الدفاع عن بيت المقدس، وإنما محاولة الترويج لنفسه بأنه يدافع عن قضية العرب والمسلمين، وهو في حقيقة الأمر لم يطلق طلقة واحدة على إسرائيل، بل كان كل رصاصاته توجه إلى صدور كل المصريين سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، مدنيين أو حتى ينتمون إلى الشرطة الداخلية أو حتى إلى القوات المسلحة. شكرا جزيلا لحضرتك السيد منير أديب، الباحث المتخصص في الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، كنت معي من القاهرة.